شغلة سخيفة ما لها طعم يعني، بس إنه خلص حج ملتهيين بهالتفاصيل هيدي. تغريدات مفاجئة فجرها رئيس حزب التوحيد العربي الوزير الأسبق وئام مهاب، تناول خلالها سمير جعجع وانتقد الجمعيات غير الحكومية والاعتداء على كهرباء الليطاني. دي لبنان بحاجة اليوم، نحن في ظرف عنا، خلينا نقطف هذه اللحظة. بشكل مفاجئ أيد وهاب كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن المطلوب أخذ إذن مرجعية رجل الدين قبل توقيفه إلا في حالة الجرم المشهود، وأضاف: هنا أدعو القضاء والأجهزة طلب إذن مشيخة عقل الطائفة الدرزية في هذه الحال لأن مخالفات حصلت في السابق، مهدداً أي مخالفة جديدة كما حصل مع الشيخة سنواجهها بالقوة. إذا بدنا ضلنا نلتهي 3-4 سنين بالموضوع بيشيلوا عازي، انتبه بيصير في الطاقة البديلة بتكون عم تتقدم من هون ل10 سنين. من ناحية أخرى انتقد وهاب عمل الجمعيات غير الحكومية كاتباً عبر تويتر: على أيام الدولة كنا نشوف شوية زفت، شوية كهرباء، شوية خدمات بالصحة وبالشؤون، يعني يسرقوا شوي ويعطوا الناس شوي، هلأ بعصر الجمعيات عم نسمع أنه المساعدات خارج الدولة حوالي 2 مليار دولار بالسنة وما حدا عم بيشوف شي، الظاهر راح جوعان وجاي جوعان أكتر، شي ببشر. لما يوصلوا المواطن ليصير طموحه ياخد ربطة خبز من الفرن بعد ما ينطر ساعتين، بتحكيني بشعارات كبيرة وكذا، ما عدت مقتنع أنا في هاي الشعارات الكبيرة أنه بتمشي. كما استنكر وهاب الاعتداء على كهرباء الليطاني كاتباً عبر تويتر: نرفض أي اعتداء على مؤسسات الدولة كما حصل مع كهرباء الليطاني، كما نرفض حرمان القرى التي تستفيد حالياً في جزين والشوف والإقليم من أي ساعة تغذية، بل نطالب بتلزيم المخارج لزيادة عدد القرى المستفيدة، مهدداً إذا لم تلزم المخارج سيكون موقفنا قاسياً جداً وهذا الحل وبلا كذبكم. اليوم ليك، اليوم ما فيك تعرف وين بتجي المنطقة قبل ما توضح الأمور، اليوم في حركة. وبدوره أكد الرئيس وليد شومبلوط خلال التواصل مع المدير العام في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية رفضه التام لاقتحام معمل الأولي من قبل بعض المحتاجين، مؤكداً أن معالجة موضوع الطاقة يبدأ من الإصلاح العام في الوزارة المختصة. هلأ صار في تكليف ذاتي، عرف جديد تكليف ذاتي، بما معناه بذكرني بلويس 14 لتاسموا الدولة أنا أو الدولة أنا.